السلام عليكم ورحمة الله. منذكركم احنا اخر توبيك حكينا عنه في المحاضرة الماضية اللي هو موضوع الكومبنسيشن. قلنا فيها تو تايب كومبنسيشن اللي هو السيريز والشنت. في العادة الشنت كومبنسيشن اللي هو مشان الرياكتيف باور كنترول او الفولتج كنترول نفس المعنى، والسيريز كومبنسيشن هو مشان الترانزميشن لاين لودابيليتي. فحكينا بالشنت كنترول او الشنت كومبنسيشن هو اما بنعمل انجكشن لرياكتيف باور او بنعمل كونسامبشن لرياكتيف باور حسب الحاله اللي عندنا. اذا كنا بنرفع الفولتج فبنعمل انجكشن لرياكتيف باور عن طريق كاباسيترز او عن طريق كوندنسر سينكرونس كوندنسرز او عن طريق ستاتيك بار بغض النظر. وفي حاله اللي هي لما يكون عندنا اوفر فولتج بدنا نقلله بنعمل كونسامبشن لرياكتيف باور عن طريق الاندكترز. وحكينا في عنا degree of compensation نذكر فيها اللي هي قديش انت بدك تعوض من قيمة خلينا نحكي التوتال مثلا في السيريز التوتال reactance of transmission line او في الشنت حسب انت بدك تحط inductive ولا capacitive. فانت قديش بدك تعمل compensation من البارامتر تبع الترانسميشن لاين. فهون حنشوف مثال عنا عن اللي هو شنت reactive compensation to improve transmission line voltage regulation. فالسؤال او الاكزامبل هذا زي ما حكينا هو من كتاب جلوفر اللي هو identical shunt reactors inductors are connected from each phase conductor to neutral at both ends of the 300 kilometer line in example 5.2. فنفس الاكزامبل اللي حليناه تبع 5.2 بنضيف عليه اللي هو او يعني shunt inductor اوكي during light load condition. حكينا بالعاده بنستخدم ال الرياكترز او الاندكترز during light load condition لانه زي ما حكينا بكون عندنا الفيرانتي افكت انه اللي هو الكاباسيتيف كرنت او التشارجنج كاباسيتيف كرنت بكون هو الدوميننت وهو ليدنج فبيؤدي انه الفولتج على الريسيفنج اند يرتفع. اوكي بروفايدنج 75% كومبنسيشن. اذا هذول الاندكترز بدهم يعملوا 75% كومبنسيشن. The reactors are removed during the heavy load. طبعا معروف لازم تشيل الاندكترز during heavy load لانه بصير يرجع اللود او الكرنت تبع اللود هو الدوميننت وهو بالعاده اندكتيف، فما في داعي ان نعمل انجكشن او نعمل consumption reactive power. الفول لود كرنت is 1.9 كيلو امبير at unity power factor and 730 كيلو فولت. Assuming the sending end voltage is constant, إذا ال sending end voltage هو constant نعتبره, determine the following properties. أول شيء نطلع ال percent voltage regulation of the uncompensated line. نطلع ال voltage regulation لما ما يكون عندنا compensation. بعدين نطلع ال equivalent shunt admittance and series impedance of the components of the compensated line. يعني بعد ما نعملنا ال shunt compensation نشوف شو اللي تغير على ال shunt admittance وال series impedance. The line, the percent voltage regulation of the compensated line. إذا نطلع قديش the voltage regulation لل compensated ونقارنه طبعاً مع the voltage regulation لل uncompensated line. فلو نشوف الحل، أوكي. إحنا معطينا معنا ال VR وال IR، أوكي. هاي ال IR تبعت ال full load وال VR. فممكن نحسب أول شيء ال VS. ال VS إيش تساوي؟ معروف ال AVR. فول لود طبعا البي اي ار فول لود. هاي الفي اس وانت عند الفول لود او الفي اس، واحنا قلنا الفي اس عند الفول لود يعني بالسؤال معطينا الفي اس كونستانت. الفي اس عند الفول لود نفس الفي اس عند النو لود. طبعا ايه حسبناها اكثر من مره ونفس الاشي بي وعوضنا الارقام هون. هاي انها بير فيز اوكي او لاين تو نيوترال مش لاين تو لاين قسمنا على سكوير روت 3. فها قيمة ال VS line to neutral وآخر إشي ال line to line نضربها بجذر الثلاثة. طبعا شو الهدف نجيب ال VS؟ مشان نجيب ال V at no load صح؟ لأنه إن ال V عند receiving end at no load بدنا هي ال VS على A، وال VS حكينا حظها constant فبنقسمها على A بنطلع ال VR no load. ال VR no load اللي قلنا زي ما ال VS على A اللي هي 822، وطلعنا الـ Voltage Regulation اللي هي الـ V No Load minus الـ V Full Load على الـ V Full Load فبتطلع 12.68%. أوكي فهاي البروسيجر راح منها أكثر من مرة.
انه بكون معنا receiving end data اللي هو اللود الفولتج والكرنت، بنحسب منه الفي اس بعدين بنطلع الفولتج ريجوليشن. البارت بي اللي هو نطلع الشنت امبيدنس والسيريز امبيدنس للترانسميشن لاين بعد الكومبنسيشن. نتذكر احنا عندنا الكومبنسيشن هو identical shunt reactors or inductors connected from each phase conductor to neutral at both ends of the transmission line. اذا في عندنا على بدايه الترانسميشن لاين وعلى نهايته في عندنا شنت رياكتور او شنت اندكتور. قيمه البروفايدنج 75% كومبنسيشن. ف بنشوف احنا الموديل الباي موديل تبع الترانسميشن لاين اللي موجود في اكزامبل 3 عندنا الشنت admittance of the equivalent by okay بدون compensation without compensation is كم كانت y prime تساوي اللي هي 7.4 10 to the minus 7. طبعا هاي ايش هاي الجي conductance وقلنا هاي دائما بالعاي very small number can be neglected. بضل عندنا susceptance اللي هي البي اللي هي هاي حنعملها compensation اللي هو imaginary part j 14.188 في 10 to the minus 4. نعمل اللي هو شنت كومبنسيشن قديش قيمته 75%. معناته بنعمل 75% يعني هو هذا خلينا نحكي لنرسم الباي موديل هون عندنا الامبيدنس وهون عندنا اي زد y over 2 وهنا y over 2. طبعا ال y هاي طبعا هي admittance. الadmittance تبعت الكباسيتر is positive. الadmittance تبعت الكباسيتر شو بتساوي j omega c والadmittance تبعت الاندكتر اللي هي y l اللي هي minus j على omega l لانه بناخذ احنا الادمتنس عكس الامبيدنس اوكي او واحد على الامبيدنس. فحنضيف اذا البلس جي هاي معناته شو انه في عندنا كاباسيتنس هنا نضيف اندكتر يلغي 75% من هالكاباسيتنس. فاذا الواي اكويفالنت ليش 75% لها ديجري اوف كومبنسيشن 75%. فاذا الواي اكويفالنت اللي نيو اللي بدنا اياها بعد كومبنسيشن الريل بارت ما لناش فيه ما فيش عليه كومبنسيشن. بضل عندنا الايماجينري بارت اللي هو 14.188 في 10 قوة ناقص 4 هي القيمة القديمة. ضفنا admittance لإندكتر. الإندكتر admittance تبعته شو حتكون نيجاتيف. فمشان هيك هاي نيجاتيف. طبعا قيمتها 75% من الواي. فمعناته هي ماينس 75%. اوكي. فهاي عندنا الواي equivalent. النيو. اوكي. فهذه الفكرة اذا الadmittance تبعت الكباستر هي بوزيتيف. واحنا بالعادة اللي هو الشنت بارت هو كباسيتر. فبدنا نعمل اندكتر كومبنسيشن نضيف اذا هنا ضفنا اندكتر الادمتنس تبعته اللي هي ماينس جي اوميجا ال ماينس جي على اوميجا ال قيمتها 75% من الجي اوميجا سي. اوكي. فالتوتال ايش اللي حيصير احنا لما الادمتنس بارلل مع بعض شو بنساوي بنجمعهم زي الريزيسترز او زي الامبيدنس ان سيريز. الريزيسترز ان سيريز بنجمعهم او الامبيدنس والادمتنس ان بارلل بنجمعهم. فبدك تجمع انت الماينس جي على اوميجا ال زائد الجي اوميجا سي. جي اوميجا سي هي قيمتها ماينس جي على اوميجا ال هي 75% من الجي اوميجا سي. كيف عرفنا انها 75%؟ من السؤال احنا عملنا 0.75% كومبنسيشن. فمعناته اذا هاي الماينس لانها اندكتيف او اندكتر شنت اندكتر وفي عندنا 75% لانها الديجري اوف كومبنسيشن. اوكي. مثلا فلنفرض كان السؤال انك تعمل شنت كباسيتر ايش راح يتغير عندنا؟ بدها تصير هاي بلس. اوكي لان الكباسيتر الادمتنس تبعته بتصير بلس. فهاي الواي ايكوفالنت الجديده. طبعا الزد ايكوفالنت هي نفسها الزد الاولد ما عملناش سيريز كومبنسيشن فالزد ما بصير عليها او ما بصير عليها اي تغيير. اوكي. فاذا بالباي موديل احنا ضفنا على اطرافين طبعا هذا الحكي موجود على اطرافين الترانسميشن لاين فحضيف نص الادمتنس او نص الادمتنس تبعت الاندكتر على هذا الطرف والنص الثاني على هذا الطرف.
اوكي زي واي اوفر 2، واي اوفر 2 هون ماينس جي على 2 اوميجا ال، وهون ماينس جي على 2 اوميجا ال. اوكي فالتوتال واي هاي قيمتها حتكون 2 ضرب واي اوفر 2، والزد ما اتغيرت. بعد ما طلعنا ال خلينا نحكي الواي تبعت الترانسميشن لاين الجديده والزد الجديده، هسا بنرد السؤال طالب طلع فولتج ريجوليشن للكومبنسيتد لاين. الفولتج ريجوليشن للكومبنسيتد لاين احنا اتفقنا انه السورس حيضله ثابت في اس، فاللي حيتغير عندنا اذا معناته هو الفي نو لود. الفي نو لود كيف حنجيبها؟ اللي هي في اس على اي، في اس كونستنت حسبناها اول مره ضل اي، اي الجديده صارت 1 على واي زي اوفر 2، بس واي وزي تغير، واي زي اوفر 2 تغيرت، شو تغير فيهم؟ تغيرت واي ايكوفالنت. اوكي الواي ايكوفالنت تغيرت، زي ايكوفالنت ضلت زي ما هي، فهي 1، هاي واي ايكوفالنت الجديده، هاي زد ايكوفالنت هي نفس القديمه اوفر 2، فهاي قيمه اي الجديده. اوكي فالفي فولتج او الفي ريسيفد ات نو لود هي الفي اس على اي نيو، الفي اس ضلت زي ما هي اي نيو، فهاي الفي نو لود. اوكي الفي ريسيفد ات نو لود. فالفولتج ريجوليشن الفي ريسيفد الفي ار فول لود هاي معنا، والفي نو لود معنا، فهي في ار نو لود ماينس في ار فول لود على في ار فول لود صارت 6.77%. اذا قلت من تقريبا 12 بوينت سمثينج ل 6.12.68 ل 6.77، ف اذا الشنت رياكتورز ات لايت لود امبروف ذا فولتج ريجوليشن. يعني زي ما نتوقع زي ما حكينا عند اللايت لود حيكون في عندنا اوفر فولتج على الريسيفنج اند، فبيؤدي الى الفولتج ريجوليشن بيكون عالي. فاذا تو انهانس الفولتج ريجوليشن او تو امبروف الفولتج ريجوليشن وي يوز شنت اندكتورز تو ريديوس الفولتج ات ذا ريسيفنج اند ديورينج اللايت لود. اوكي اذا ذا شنت اكتس ات لايت لودز امبروف ذا فولتج ريجوليشن. فهاي هي فكره اللي هو انه كيف نعمل الشنت كومبنسيشن. بس درود امشي على الاشياء المهمه اللي عملناها. الفرع اي ما فيش اشي فيه جديد اللي هو بدون كومبنسيشن. فرع بي حكى لنا طلع الايكوفالنت شنت ادمتنس اند سيريز امبيدنس اوف ذا كومبنسيتد لاين. فاحنا كان في عندنا الزد والواي حسبناهم قبل بدون كومبنسيشن، كان معنا هالقيم. فاحنا عملنا شنت كومبنسيشن. اوكي الشنت كومبنسيشن قيمته 75% ونوعه اندكتيف، فطالما نوع اندكتيف معناته هو ماينس ماينس جي، لانه الادمتنس تبعت الاندكتر از نيجاتيف، الادمتنس تبعت الكباسيتر بوزيتيف اللي هي بلس جي. فالادمتنس الجديده صارت شو؟ 1 ماينس 75. لو كان الادمت او لو كان نوع الشنت كومبنسيشن كباسيتر حنضيف بلس 1. اوكي فبصير 1 بلس 75 over 100. اوكي او حسب نوع الكومبنسيشن او حسب الديجري اوف كومبنسيشن. اوكي فحسبنا واي جديده، زد ما تغيرت اوكي لانها ما عملنا عليها كومبنسيشن، ومنها حسبنا اي جديده، وبعدين قسمنا طلعنا الفي ار ات نو لود نيو، وطلعنا فولتج ريجوليشن فطلع تحسن من 12.68 ل 6.77. المثال اللي جاي هو عن السيريز كاباسيتيف كومبنسيشن. اوكي في عندنا ايدنتيكال سيريز كاباسيتورز ار انستولد ان ايتش فيز ات بوث اندز اوف ذا لاين ان اكزامبل 5.2، نفس الاكزامبل 5.2 عملنا سيريز كاباسيتور كومبنسيشن بروفايدنج 30% كومبنسيشن. فاذا الديجري اوف كومبنسيشن قد ايه؟ 30%. زي ما حكينا بالعاده السيريز نتجنب انه يكون في عندنا هاي كومبنسيشن. ليش؟ لانه حكينا عنها لما حكينا عن سيريز كومبنسيشن انه بصير في عندنا ستابيليتي بروبلم، انه اكس جيتس فيري سمول، فاي اني سلايد تشينج على الفي اس او الفي ار بيؤدي انه الباور ترانسفير بصير التشينج عليها بكون كبير. اني وين رد نرجع مثال اللي هو ديتيرمين ذا ثيوريتيكال ماكسيمم باور ذات ذيس كومبنسيتد لاين كان ديليفر اند كومبير وذ ذات اوف ذا ان كومبنسيتد لاين. اسيوم الفي اس في ار اللي هي 765 كيلو فولت. فلو رجعنا على الاكزامبل 5.3 اوكي
اللي هو the equivalent series reactance without compensation. قبل compensation كانت عندنا series reactance 97 في ساين ال 80، يعني هو الريل بارت تبع الزد اللي هو 96.88. اذا عندنا السيريز اندك رياكتنس هي جي اللي هي 96.88 ومعها ريزيستنس اوكي، وهون عندنا الواي اوفر 2. فهذا اللاين قبل اي كومبنسيشن. نلاحظ هنا السيريز كاباسيتر ار انستولد ات ان ايتش فيز ات بوث اندز اوف ذا لاين. فهم الكاباسيترز 1 توصيلهم على البوث اندز، يعني هنا وهنا كاباسيتر 1 وهون في عندنا 2 كاباسيتر ايدنتيكال اوكي، كاباسيتر موصلات على نهايه على الاندز تبعت الترانسميشن لاين اوكي. بيمثلوا قديش 30% سيريز كومبنسيشن. طبعا هم اثنين فالاثنين بمثل 30%، كل واحد حيكون فيهم النص، يعني حيكون نص ضرب 30% ضرب الرياكتنس، طبعا حتكون ماينس جي. ليش؟ لانه الرياكتنس تبعت الكاباستر هي الماينس جي على اوميجا سي، فالامبيدنس تبعت الرياكتنس ماينس جي على اوميجا سي، فمشان هيك تكون قيمتها ماينس جي. اذا الزد تبعت الكاباستنس هي ماينس جي نص. ليش؟ لانه هم اثنين، الاثنين بشكله 30%، اذا النص ضرب 0.3 هاي لانهم 30% في الاكس تبعت الترانسميشن لاين الاصليه اللي هي 96.88، فهاي بتطلع ماينس جي 14.53. اذا كل كاباسيتر الامبيدنس تبعته حتكون ماينس جي 14.53 اوكي، والكاباسيتر هذا نفس الشيء ماينس جي 14.53. طيب هسه بدنا نطلع طبعا حيتغيروا عندنا اللي هن البارامترز الاي بي سي دي ماتريكس. في حاله الشنت اللي كان اللود او الواي اوفر 2 الباي موديل، الواي جاي شنت مع الشنت اندكتر، فمباشر جمعناهم لانه الادمتنس بالشنت يعني اذا كانوا بارالل وي كان اد ذم. هون بنلاحظ انه الكباسيتر مش ان سيريز مع الرياكتنس تبعت الترانسميشن لاين او مع الامبيدنس حسب الباي موديل اوكي، فما بقدر اجي اضيف مثلا التوتال امبيدنس، اجي اطرح اللي جي 96.88 اطرح منها اللي هو 14.53 ضرب 2 ما بينفع، لانهم جايات ان سيريز اوكي، هاي وهاي مش ان سيريز ولا هاي وهاي ان سيريز. في عندنا اللي هو الشنت برانش. فاحسن طريقه نتعامل نطلع الاي بي سي دي ماتريكس الجديده، فهون ما بقدر اعمل زي المثال الماضي اطلع زد اكوفلنت الجديد وواي اكوفلنت واطلع منها الاي بي سي دي، لا لازم الاقي طريقه ثانيه. ذاكرين اول ما حكينا عن الاي بي سي دي قلنا اذا كان عندنا سيريز نتوركس ممكن نضرب الاي بي سي دي ماتريكس ضرب، فبنطلع الاي بي سي دي ماتريكس الاولى ضرب الاي بي سي دي ماتريكس الثانيه ضرب الاي بي سي دي ماتريكس الثالثه اوكي، لانه هذا يعني احسن اوبشن عندنا نقدر نطلعه، او بتشتق الاي بي سي دي من جديد طبعا بكون عمليه اصعب. فالاي بي سي دي ماتريكس الاولى لو طلعنا على الكباستر لحاله اوكي، يعني هون خلينا نرسمها هون الكباستر الاول نجيب له الاي بي سي دي ماتريكس، طبعا هو نفس الاي بي سي دي ماتريكس للكباستر الثاني لانهم يعني ايدنتيكال. هذا بيشبه ايش؟ بيشبه الترانسميشن لاين اللي هو شورت ترانسميشن لاين. الشورت ترانسميشن لاين شو كان فيه؟ كان فيه بس امبيدنس وما فيش عندنا اي شيء ما فيش عندنا اي شنت صح، فهو نفسه الشورت ترانسميشن لاين. اذا تذكرين شو كانت الاي بي سي تبعته؟ كانت 1 زي 0 1، فهي نفس الشيء 1 زي 0 1. طبعا زي ليش؟ هي الامبيدنس تبعت الكباسيتر اللي طلعناها هنا، فهي حتكون الاي بي سي دي للكباسيتر الاول. الاي بي سي دي لللاين اللي قبل الكومبنسيشن معنا اوريدي طلعناها في الامثله اللي قبل، ونفس الشيء الاي بي سي دي ماتريكس للكباسيتر الثاني اللي هي حتكون نفسها هاي. اذا بنجيب اي بي سي دي نضربها في الثانية في الثالثة بنطلع النيو اي بي سي دي ماتريكس او الايكوفيلنت اي بي سي دي ماتريكس. اذا الاي بي سي دي اوف ذا سيريز كاباسيتر حتكون هاي كيف جبناها؟ قلنا بيشبه الشورت ترانسميشن لاين. الشورت ترانسميشن لاين كانت 1 زي 1 0 اوكي 0 1. طيب هسه ضربناهم ببعض
إذن هاي الإكوفلنت A B C D للكباستر الأول، وهون الإكوفلنت A B C D لللاين حسبناها من أمثلة اللي قبل، وهاي الـ A B C D للكباستر الثاني. ف after performing الـ series أو these matrix multiplications تطلع معنا الـ equivalent A B C نيو. يعني شو بنحتاج؟ بنحتاج إن نطلع هاي A equivalent، أوكي، theta A equivalent، B equivalent اللي هي Z prime A equivalent، وهي theta Z equivalent. ف البي ماكس لللوسي لاين اشتقيناها المرة الماضية، حليها مثال اللي هي في اس في ار على بي او على زد على زد، اوكي، ناقص الاي في في اس في في او الفي في ار سكوير على زي في كوساين اللي هو الفرق بين الثيتا زي ماينس ثيتا اي، اوكي. هذا اشتقيناه المرة الماضية وحليها عليه مثال، فصارت القيمة 7813. في المثال لما حليناه بدون كومبنسيشن كانت القيمة 5738. فإذا إحنا we increase the loadability of the transmission line أو theoretical limit theoretical limit of power transfer for the transmission line by 36.2%. إذا هاي نسبة الزيادة في نتيجة الكومبنسيشن. إذا the practical loadability of the series compensated line is also about 35% larger than 3,140. فإذا theoretical limit زادت وال practical limit. ال practical limit ذاكرين شو هي practical limit؟ لما يكون عندنا الفيز شيفت 35 ديجري، أوكي؟ ولما يكون ال VR 0.95 من VS. فلو برضو حسبنا ال practical limit برضو حتكون 35%. فإذا زدنا theoretical limit وزدنا ال practical limit عن طريق السيريز كومبنسيشن. طبعا هون الاكزامبل هذا حله هو برضو بالكتاب عن طريق الباور وورد سيميوليتر اللي هو مشان يعني تو فيريفاي الريزلت. فبرضو بدي ارجع على المثال اذكر في الخطوات الرئيسيه اللي هي فيه. اذا هو اول شيء احنا حكينا انه السيريز كاباسيترز بيعملوا 30% كومبنسيشن، فمعناته وهم انستول هم تو كاباسيترز ايدنتيكال انستولد ات بوث اند اوف ذا ترانسميشن لاين. فهي الترانسميشن لاين الباي موديل تبعتها ضفنا، اذا هون عندنا الباي موديل ضفنا سيريز كاباستر على السندنج اند وسيريز كاباستر على الريسيفنج اند. طبعا هاي من ناحيه براكتيكال ميك سنس، يعني انت لما تضيف سيريز كاباستر مش حتروح تقص الترانسميشن لاين من النص تضيفه على الكاباستر، فاكيد هذا الحكي عم حيكون في السب ستيشن موجود. فالسب ستيشن بتكون موجوده عند الاند بالعاده تبع الترانسميشن لاين، اوكي. فهم اثنين، فهم قسمناهم الاثنين والاثنين 30%. فأول شيء حسبنا قيمتهم، طلعنا الـ X تبعت الـ Transmission Line Reactance اللي هي من المثال اللي هي J96.88، منها 30% منها ونضرب بنص لأنهم اثنين، وماينس J لأنها الـ Impedance تبعت الـ Capacitor is minus J Omega C. فطلعنا قيمة الـ Impedance الـ Capacitor، فحتكون الكباستر على السندنج نفس الكباستر على الريسيفنج. هسه بدنا نحسب الاي بي سي دي ماتريكس. ما قدرنا نعمل زي المثال الماضي ان نضيف الكباستر على او الامبيدنس تبعت الكباستر مباشره نضيفها على السيريز امبيدنس لانهم مش جايات سيريز، اوكي. فطلعنا اي بي سي دي ماتريكس للاول اللي هو بيشبه الشورت لاين، فالاي بي سي دي تبعته سهله فيري يعني ستريت فورورد. بعدين ضربناها في الاي بي سي دي لللاين برضو هاي موجوده معنا، وضربناها في الاي بي سي دي للكباستر الثاني فطلعنا الايكوفالنت. فلنفرض هذا مثال فيه انه الكباستر الكومبنسيشن تبعته انه عندنا كباستر واحد مش اثنين وانستولد مثلا على السندنج اند، فايش راح يتغير عندنا؟ انه بنلغي هذا الكباستر وبنشيل النص وبنحط كباستر واحد هون وبنضرب ماتريكس واحد بوحده، فبرضه بنقدر نحله بهذا الاسلوب. او ممكن يكون كباستر على الريسيفنج اند، اوكي، فبنحط بنلغي يعني بنلغي هذا الكباستر وبنحط هذا. فحسب وين الكباستر احنا عملنا الاستريشن بنحط، بعدين بنضرب ماتريكس ملتيبليكيشن. طبعا تضرب الماتريكس يعني خلينا نحكي هاي ماتريكس A مثلا وهاي B وهاي B، الماتريكس B في A مش نفسها A في B اكيد، يعني تفوا هالشغله. فوين نحط الكباستر تفرق. برضو خلينا مثلا نرجع على المثال اللي قبله. لو بالمثال هذا اللي هو تبع الشنط انه حطينا الاندكتر على جهه واحده
اوكي، فلنفرض هذا المثال، حطينا الاندكتر على الريسيفنج او على الـ او على السندنج، يعني مش بدل على الثنتين، فما بقدر اجي اعمل زي هون اجمعهم. اوكي انت الايكوفالنت واي عند هاي، عند خلينا نحكي مثلا ضفناها على الـ على الريسيفنج، خلينا ارسم واحده جديده هاي مثلا. اوكي هون زد واي اوفر 2، واي اوفر 2، واي اوفر 2، وبدل ما تعمل على الاثنين عملناها واحده اللي هو اندكتر ماينس زي على اوميجا ال. اوكي اذا بدي اطلع الادميتنس، الادميتنس موجوده عندي هنا، بقدر اجمع هاي وهاي لانهم برلل مع بعض، والادميتنس بجمعهم، بس ببطل باي موديل. من شروط الباي موديل ايش هو؟ انه الادميتنس على هذا الجهه نفسها الادميتنس على الجهه هاي، فما بقدر اطبق القواعد الباي موديل، يعني الماتريكس اللي انا اشتقيتها للباي موديل ببطل اقدر اطبقها. فمشان هيك في الحاله هاي لو ضفنا بس على طرف الريسيفنج او على السندنج، شو الافضل؟ الافضل نعمل نفس التكنيك، انه هاي عندنا اي بي سي دي ماتريكس لها، بطلع اي بي سي دي للشنت. طبعا الاي بي سي دي للشنت هي 1 0 واي 1، اتوقع انها زي هيك، تاكدوا منها. فهاي الاي بي سي دي للشنت، وبضرب الاي بي سي دي بالاي بي سي دي اذا كان عندي هيك. ليش؟ لاني اذا جمعتها اوكي يا بقدر اجمعها، بس ببطل عندي هذا باي موديل، اذا جمعتها ببطل عندنا باي موديل. اوكي فما بصير اجمعها، لازم استخدم الملتيبليكيشن تكنيك. فتقريبا هيك بكون غطينا كل الحالات، يعني اذا سواء اذا كان الحال الاسهل اللي زي هيك نقدر نجمع وما فيش داعي نحسب الاي بي سي دي الايكوفالنت، بس اذروايز اذا كان عندنا العمليه مش سيمتريكال او ما كانت زي بالكباستر ما كانت سيريز، فالافضل انك تعمل الملتيبليكيشن للماتريكس. فشفنا انه كيف في حاله الشنت احنا وي امبروفد الفولتج ريجوليشن، واحنا هذا حكينا عنه وعدنا اكثر من مره، انه دائما الشنت كومبنسيشن هو للفولتج ريجوليشن، والسيريز كومبنسيشن هو لللاين لودابيلتي. فشفنا هو بالاكزامبل كيف الارقام تحسنت او الفولتج ريجوليشن تحسن في حاله الشنت كومبنسيشن، وكيف اللاين لودابيلتي في المثال الثاني تحسن في حاله السيريز. اوكي طبعا اللي بتحسن مش بس الثيوريتيكال ليميت، الثيوريتيكال ليميت تحسنت وبرضه البراكتيكال الاثنين تحسنوا. اوكي هيك بنكون خلصنا موديل 5. انا خلصنا يعني اليوم ان شاء الله بنكتفي بهذا القدر، لانه صرنا نعطيكم تقريبا 2 هوم وركس، واتوقع في ضغط عليكم المواد الثانيه، واحنا ماشيين في الماده اوريدي بشكل جيد، فبنوقف اليوم هنا المحاضره، خليها تكون نص ساعه بكفي، وان شاء الله من المحاضره الجايه حنبلش في موديل 6 اللي هو بدنا نبلش في جزء الديستريبيوشن. اوكي اللي هو اللود كاركترايزيشن، وبعدين نحكي عن الديستريبيوشن سيستم. ويعطيكم العافية، وزي أي سؤال بتحبوا تسألوه زي ما بالعادة بتبعثوا لي على الإيميل، وإن شاء الله بجاوبه في بداية المحاضرة الجاية.